تنكشف رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي على هامش الملتقى الدولي للاستثمار والتجارة، كشف عن رغبة متعاملين اقتصاديين سعوديين في اكتساح السوق الجزائرية من باب الاستثمار في مشروع زراعي ضخم. المزيد في ميكروفون جليلة بلحاش. نحن هنا لنرافق رجال الأعمال الأجانب، وعدنا مستثمر مثلا سعودي ينوي الاستثمار في الجزائر 200 مليون دولار، فشيء مهم جدا في الزراعة، وأيضا ينوي استيراد الآلات الصناعية الفلاحية، ويريد فتح مصنع لبيفو الرش المحوري يعني، وهذا مهم جدا بالنسبة للجزائر. أول مرة يزور الجزائر وهو من أحد رجال الأعمال الكبار في السعودية، فهذا مهم جدا لنا أن نقنعه بالسوق المحلية والسوق الجزائرية، يستثمر في العملة الصعبة يدخلها إلى الجزائر ويستورد من الجزائر ماكينات، فهذا خير للبلاد وللعباد. وفي ذات السياق، أعرب ممثل جمهورية الكوت ديفوار بالملتقى الدولي كوليبالي أبو بكاري عن استعداد بلده لتموين السوق الجزائرية بمادة الموز، القهوة والكاكاو باعتبار بلده أول منتج لهذه المواد إفريقيا، مشيرا في ذات السياق أنهم لا يزالون ينتظرون طلبات وعروض من المتعاملين الجزائريين. المزيد في ميكروفون سوريا شعلال. Pays est ouvert, je vous ai dit, notre pays a ses potentiels, mais n'importe qui, vous-même, si vous décidez demain d'être importatrice donc, de la banane ivoirienne vers l'Algérie, il n'y a aucune restriction. Vous venez en Côte d'Ivoire, en 6 heures de temps, vous aurez créé votre entreprise dans un guichet unique. Vous n'êtes pas obligé de vous associer à un Ivoirien. Le code est ouvert, c'est un pays libéral. Vous avez créé votre entreprise en 6 heures de temps. Et vous avez votre code import-export, vous pourrez acheter tout de suite votre banane et l'importer donc vers l'Algérie.